بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للكابتن كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. اهلا بيك كابتن، منور يا كابتن. في البدايه قبل ما نروح لطاقم التحكيم وقبل ما نروح للحالات التحكيميه، سريعا بنقول ايه يا كابتن ايمن؟ بنقول ان حكم مباراه النهارده البنا في اربع نقاط مهمين جدا هتكلم فيهم سريعا، وهو نمره واحد. اولا البنا من الحكام اللي هي بتشتغل على نفسها كويس قوي، والنهارده لما حضرتك تلاحظ ان هو ما راحش للفار ولا مره. ده المطلوب من الحكام يا كابتن علاء، انك انت تنزل المباراه تنسى ان في فار وتبتدي تشتغل على نفسك، تحرك التمركز والقراءه والتوقع والقرارات الفنيه والانضباطيه. نمره واحد نقول تعيين الحكام ومدى اختيار الحكام، حتى لو انا بقرر الحكام ما عنديش مشكله، حتى لو انا بقرر الحكم المساعد كابتن احمد ما عنديش مشكله، انا المهم ان انا انجح المسابقه بتاعتي باختيار الحكام الافضل لاداره المسابقه. كابتن مش همشي بالدور، لا اشوف الحكام اللي هم متميزين وهبتدي اديهم في المباريات. بنتكلم النهارده في التعاون الايجابي والمثمر ما بين الحكم وطاقم التحكيم او الحكم وطاقم الفار كابتن اسامه. مفهوم تطبيق مبدا اتاحه الفرصه، من فضلك النهارده البنا النهارده مش عاوز امجد فيه قوي، لكن ادى درس ازاي امتى يتيح وامتى ما يتيحش. من خلال الحالات النهارده هنشوف تحركات، هنشوف القرارات الفنيه والانضباطيه بمعيار واحد زي ما قلنا، المعيار الواحد بيريح الدنيا كلها كابتن ايمن. صح، بحسب الخطا هنا هو هنا، طاقه صفراء هنا بتبقى هنا بطاقه صفراء.